السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ هانيين؟ اش تعودوا؟ كي دايرين مع الدخول المدرسي؟ اش كتعودوا؟ كلشي الامور بخير. فنتمنى من الله يكون الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، ولقاكم قيدت وليداتكم في المدرسه ورتبتوا اموركم. فغادي نشارك معكم اليوم النهير ديالي البسيط. فانا اختكم دائما كتشارك معكم هذاك الشيء متواضع وعلى قد الحال، وحنا كلنا رحنا على قد الحال. فكنتمنى من الله الفيديوهات ديالي يكونوا ينالوا اعجابكم. ودائما البنات كنطلب منكم دائما تدعموا اختكم باللايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. فانا دائما كنحاول نغير لكم هكا من الفيديوهات كل مره، اشنو كنشارك معكم، مره وصفات طبخ، مره وصفات ديال الجميل، مره هكا باش نغير لكم وما يجيكمش واحد الملل. فنتمنى من الله يكون هذاك الشيء اللي كنقدم لكم يكون كينال اعجابكم البنات. ودائما ما تنساوش تدعمونا، يا بارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم هكا باش كتعم الفائده وتكبر لنا القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فإن شاء الله بحول الله فغادي تكبر بيكم ان شاء الله، وانتم راكم عائله. ومي كتجي تشاركي مع الحباب ديالك هكا شنو كديري فكتحس بيهم العائله ديالك، كتشاركي معهم اي حاجه زوينه والخيبه هكا يفرحوا معاك. فنتمنى من الله دائما نكون خفيفه على القلب ديالكم. اليوم اختكم فاقت، فطرت وغادي نغسلت هكا المويعنات، غادي نغسل هذا المويعنات وغادي ندوز باش نشارك معكم الغديوه ديالي المتواضعه. يعني هذاك الشيء على قد الحال، كاينه غير انا والبنات، فغادي نشارك معكم هكا الغديوه اللي غادي ندير. راكم عارفين تغسلوا المويعنات، يعني كرمتهم هكا بشويه ديال الجافيل وشويه. دابا انا نغسل هاد المويعن كاملين. ما من بعد ما غادي نكمل انا هاد المويعنات هكا كاملين، غادي نغسلهم وغادي نعمر هذيك القرعه نديرها في الثلاجه ديال ما بارد، ندير مويها تبرد صافي. وغادي ندوز باش غادي نشارك معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم الغديوه ديالي البسيطه. فاليوم قررت باش غادي نحضر واحد الكغاطان بالبطاطا والكفته وغادي نشاركهم معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وسمحوا لي على هذا الصداع ديال هاد الماطر هادو. فغادي نكمل انا هاد المويعنات وغادي ندوز باش غادي نشارك معكم الكغاطان ديال البطاطا والكفته. خديت دابا هنايا البصله مقطعه رقيق والفلفله يعني حمراء كانوا عندي في المجمد، وغادي نضيف ليهم الزيت باش غادي يطيب لنا، وغندير مليحه وغنشعل عليهم بالجبد صافي. غنشحرهم حتى يتشحروا ليا مزيان، عاد غادي نزيد عليهم هذيك الكفته، غادي نشعل عليهم ونزيد على البوطه ونخليهم يتشحروا حتى يتشحروا ليا مزيان، وعاد نزيد عليهم هذيك الكفته صافي هكا باش نصايب واحد. غادي نضيف ليها دابا الكفته، صافي كما كتشوفوا صافي ضفت ليها دابا الكفته وغادي نحركها حتى تحل ليا هاد الكفته هكا صافي. عاد غادي نزيد التوابل،
دابا غادي ندوز من داك ليها واحد المعلقه ديال الابزار، معلقه صغيره عامره ديال التحميره، واحد المعلقه ديال الكمون فقط. هذو هما التوابل اللي غادي نضيف ليها. صافي وغادي نشحرها مزيان عاد باش غادي ندوز نوريكم باقي ديال الطريقه ديالي حتى طيب ليا هاد الكفته كامله، وعاد باش ندوز نطلقها باش نكمل. هنايا درت واحد المعلقه ديال الزبده حتى دابت ليا، ودرت ليها واحد المعلقه ديال الطحين. صافي دابا ملي طيبت لاصوص بيشاميل ديالي خليتها شويه جاريه، ضفت ليها واحد المعلقه صغيره ديال الملح غير شويه مليحه وشويه ديال الابزار، وقطعت البطاطا ديالي دوائر كما كتشوفوا رقيقه، وخديت هذاك المول فرشت ليه واحد البابي سوفيليزي دهنته بالزيت وفرشت ليه البابي سوفيليزي، وغندير هكا تفريشه ديال البطاطا مع الجناب ومع من التحت كما موضح في الفيديو. صافي كنحاول نفرش واحد التفريشه هكا مزيان، باش ما تخرجش ليا ديك الحشوه هكا من الجناب. صافي وغندير شويه ديال لاصوص بيشاميل، وغادي ندير واحد التفريشه ديال الكفته والبصله اللي شحرت، وغادي نعاود ندير شويه لاصوص بيشاميل ونرش الفرماج. صافي ونعاود ندير نفس العمليه، يعني نسد بالدوائر ديال البطاطا ونعمر هكايا، ونبقى حتى نكمل بحال بهذه المرحله، يعني كندير البطاطا وكندير نرش ندير الكفته ونرش عليها الفرماج ولاصوص بشاميل حتى غادي نكمل هذا الشيء اللي عندي كامل. الفيديو راه هو واضح. صافي وغادي نشعل الفران مزيان نسخنه وندخل ليه هاد الكغاطان ديالنا حتى يطيب ليا ان شاء الله الرحمن الرحيم. فغادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى نكمل وندخله الفران. هذه هي الشكل ديال الكغاطان ديالنا اللي صوت. دابا غادي نحاول نقلبو في هذا الطبسيل هذا.
كيكون هذا هو الشكل ديالو. فانا هذا هو الشكل ديال الكغاطان ديالنا، كيجي لذيذ وكيجي يا سلام، ما نعاودش لكم عليه، كيجي رائع. فنتمنى من الله ينال اعجابكم. هذا هو الشكيل ديال الكغاطا ديالنا، كيجي زوين. فسمحوا لي ما قطعتوش لكم من الداخل، لان بنتي وصل عليها الوقت ديال المدرسه، كانت غتمشي للمدرسه وما قطعتوش لكم من الداخل.